طيب خلينا نروح لارض الملعب وزميلتنا العزيزه هنا قاسم عشان تنقل لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضلي هنا. برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وزي ما حضرتك قلت انا متواجده في صاله برج العرب عشان بقى انقل لكم كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراه المرتقبه وسيمي فاينل دوري المرتبط بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. وطبعا زي ما باين في الخلفيه يا كابتن يعني الفريقين خلاص بداوا فقره الاحماء، يمكن اتاخر شويه موعد المباراه بسبب الحقيقه المباراه الماراثونيه اللي كلنا تابعناها بين سبورتنج وسموحه، واللي فريق سموحه قدر ينهيها لصالحه بنتيجه 6-91 86 عشان يكون اول حد بيحجز مقعد في المباراه النهائيه، وان شاء الله طبعا النادي الاهلي يكون هو خصم سموحه في المباراه النهائيه. خلوني بقى اكلم حضراتكم عن استعدادات النادي الاهلي، يعني طبعا ما كانش في وقت كبير بين مباراه الذهاب ومباراه العوده، لكن طبعا لاعبي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا في المباراه. كان عندهم مران امبارح الساعه 8 مساء، وقبل المران طبعا كالعاده مستر أوغوستي بوش كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين طبعا بالفيديو عشان بقى يتحدثوا عن كل الأمور المتعلقة بالمباراة، وكمان طبعا يراجعوا الأخطاء اللي ارتكبوها في مباراة الذهاب عشان يتلاشوها في مباراة اليوم. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا. كمان النهاردة كان في محاضرة فنية تانية مع فريق النادي الأهلي الساعة 1:30 الظهر عشان بقى مستر أوغوستي يؤكد على بعض النقاط اللي ينفذوها في مباراة النهاردة. وخليني بقى أقول لحضرتك يا كابتن هيثم إن في حاله من الجديه والحماس ظهر على جميع اللاعبين الحقيقه في الفريقين، سواء في فريق النادي الاهلي او في فريق الاتحاد السكندري، يعني هنكون على موعد الحقيقه مع مباراه كبيره جدا بين الفريقين. كمان بقى خلوني اكلمكم عن الغيابات. النهارده هيكون في غياب للاعبين كابتن سيف سمير وكابتن عمر عزب بسبب طبعا الاصابه، يعني بنتمنى لهم طبعا الشفاء ويعودوا مره اخرى لسكواد النادي الاهلي. يعني طبعا الكل مستعد للمباراه، في حماس كبير جدا زي ما قلت، كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. ده على صعيد فريق الاهلي. خلونا بقى ننتقل للاتحاد السكندري. كمان طبعا لاعبي الاتحاد السكندري مركزين بشكل قوي جدا في المباراه. كان عندهم مران امس ايضا الساعه 9 مساء، وقبلها كان في محاضره فنيه طبعا بقياده كابتن احمد عمر المدير الفني للفريق. اكيد مركزين برده بشكل قوي، لكن بقى ان شاء الله الحظ والتوفيق هيكون حليف رجال النادي الاهلي وهيتاهلوا لنهائي البطوله، وهنكون بنحتفل بعد انتهاء المباراه مع لاعبينا للتاهل للفاينل. يعني يا كابتن هيثم دي كانت ابرز الاجواء من داخل صاله برج العرب وكمان استعدادات الفريق. طبعا مع حضرتك لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا. انت يعني ما سبتلناش اي حاجه ممكن نسال عليها. زي ما حضراتكم شايفين الملعب يعني خلاص، يعني الفرقه دخلت في مرحله الورم اب، الماتش اتاخر شويه، يعني زي ما انتم شايفين الصوره، هو كان المفروض الماتش يبتدي الساعه 8، ولكن طبعا نتيجه تاخر المباراه اللي قبلينا ونهايتها طبعا دي لقطات حيه من ارض الملعب.